ينضم إلي من دبي السيد طارق كزبري، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا في سايبر ريزن. أهلا بك سيد طارق معنا في البرنامج. يعني كما استعرضت زميلتنا ألاء، هناك كان زيادة في عدد الهجمات السبرانية والهجمات الإلكترونية في عام 2021. لماذا كان هذا العام استثنائيا مقارنة بالسنوات السابقة؟ ما هي ربما العوامل من وجهة نظركم التي أدت إلى هذه القفزة في هذه الأرقام؟ صباح الخير. طبعا عام 2021 شهد الكثير من الأحداث، خاصة في مجال أمن المعلومات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لموضوع زيادة الهجمات الإلكترونية، هي ما تزال على ازدياد خلال السنوات الماضية، ونتوقع بنفس الموضوع أن يتم زيادة هذه الهجمات في العام القادم بسبب حدوث تغيرات جذرية، إن كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى زيادة التحول الرقمي لمجموعة من الشركات والأفراد. طبعا إذا بننظر خلال هذا العام، كان في كثير من الأحداث واختراقات كبيرة على عدة أصعدة. طبعا إذا نرتب أعلى 5 اختراقات خلال العام الحالي، فيمكن تصنيفها. أول اختراق كان بالنسبة لشركة تويتش، يلي تم بحدود تسريب معلومات بما يعادل 125 جيجا بايت عن المستخدمين وعدة المحتوى في هذه المنصة. يليها عملية سحب ونسخ المعلومات من شركة لينكدين لأكثر من 500 مليون مستخدم من معلوماتهم الشخصية والإيميلات، وتم نشرها على الانترنت ليتم استخدامها من مجموعات القرصنة على سبيل العالم. طبعا شركة كولونيال بايبلاين كان من أحد الأحداث التي تصدرت العناوين وأثرت على أسعار النفط، خاصة في الولايات المتحدة والغاز، وتم دفع فدية وتم استرداد جزء منها من قبل الحكومة الأمريكية. ولا يخلو العام الحالي من شهر إلا وتكون فيه شركة مايكروسوفت متصدرة الإعلان نتيجة ثغرات أمنية من برامجها، أو حتى من اكتشاف ثغرات لهذه البرامج التي تصدرها الشركة. طبعا من متابعة العام الماضي، اللي هي من اختراق شركة سولار ويند والنتيجة عنه، التي تم اختراق العديد من شركات التقنية والعديد من الجهات الحكومية الأمريكية. خلال هذا العام قامت مجموعة يعتقد بأنها مدعومة من روسيا تسمى هافنيوم، باستغلال ثغرة أمنية في أحد البرامج على سبيل المثال من مايكروسوفت، اللي هو الإكسشينج سيرفر، لاختراق العديد من الشركات. استطاعت شركة مجموعة الفدية ريفيل على سبيل المثال من اختراق شركة الجي بي اس، أو حتى ايسر يلي تم طلب فدية بقيمة 50 مليون دولار. وطبعا بنهاية هذا العام تم اكتشاف ثغرة جديدة تسمى لوج فور جي، يلي حاليا أخذ متصدر العناوين، وأغلب خبراء أمن المعلومات مشغولون في نهاية هذه العطلات لاكتشاف هذه الثغرات. يعني طارق، يبدو من هذا التعداد لهذه الثغرات الأمنية وهذه الاختراقات أنه لم تكن مقتصرة على قطاع واحد أو على مجال واحد، وإنما في قطاعات متعددة وطالت الكثير من الشركات في دول عديدة. ما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومات لمواجهة ذلك؟ طبعا نحن نسمع الكثير من الإعلانات من الحكومة الأمريكية وحكومات أخرى، حكومات أوروبية، ولكن هل هذه الإجراءات على قدر حجم الثغرات الموجودة؟ طبعا موضوع الأمن المعلومات هو من الأمور المهمة في إجداد أغلب الحكومات على مستوى العالم. طبعا لاحظنا خلال هذا العام بالنسبة للحكومة الأمريكية إصدار وتشكيل مجموعة وضع سياسات ودعم الشركات والقطاع الحكومي للحماية من الهجمات بشكل أكبر. على مستوى منطقة الشرق الأوسط لاحظنا كمان وجود دعم حكومي أكبر من أجل زيادة الوعي والطرق لمكافحة هذه الجرائم. وعلى سبيل المثال تم إصدار تصنيف عالمي على مستوى جهوزية أمن المعلومات للدول. تصدرت طبعا الولايات المتحدة هذه القوائم، ولكن تصدرت السعودية المركز الثاني لهذه القائمة، والإمارات العربية المتحدة أخذت المركز الخامس. كما شاهدنا كثير من القوانين التي تم تحديثها من أجل زيادة حماية المستخدمين والشركات. فعلى سبيل المثال
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قانون خاص للحماية معلومات الأفراد أو القانون حماية الشخصية بالنسبة للفضاء الإلكتروني، مما يساعد طبعا بدفع هذه العملية لزيادة استثمارات الشركات لحماية معلومات مستخدميها. يعني أنه المطلوب بالنسبة لأمن المعلومات في الدول القوانين الهادفة لذلك، ولكن طبعا في بعض الدول ولا نحدد بعض الدول القوانين يتم تطبيقها، في بعض الدول تبقى القوانين حبرا على ورق. أين أو التعاون الدولي بين الدول من أجل مواجهة هذه الهجمات؟ هل المطلوب ربما مؤتمرات على مستوى دول العالم تصل إلى قانون مشترك يحاول الحد من هذه الهجمات، وخصوصا أنه تأتي الهجمات بحسب الكثير من التقديرات من جهة معينة أو يكون المسؤول عنها جهة واحدة بحسب التقديرات طبعا ولا نسميها؟ طبعا هذا طبعا موضوع وجود قانون دولي هذا موضوع يطمح له كثير من الشركات والجهات الحكومية وحتى الدول، ولكن للأسف الموضوع ليس على هذا القدر من السهولة. لاحظنا انه اكثر من دولة سعت الى وضع او حتى تشكيل مؤتمرات ودعوة عدد من الدول للمساعدة على الوصول او اطلاق هذا النوع من القوانين، ولكن ما زلنا في بداية الطريق من أجل الوصول لهذا النوع من التقارير. طبعا تعليقا على موضوع هل القوانين هي كافية بالنسبة للحماية بأمن المعلومات، طبعا الموضوع لا يقتصر فقط على القوانين، القوانين والتشريعات هي أمر مساعد لهذا الموضوع، ولكن زيادة الوعي والاستثمار في البنية التحتية والتطبيقات أو للحماية بالنسبة لل الشركات والأفراد من الأمور المهمة. ولا يخفى في هذا القطاع في قصور أعداد الأشخاص المؤهلين حتى للعمل في هذا القطاع، فلاحظنا كثير من الدول قامت بالاستثمار في التدريب وتطوير المستخدمين لها في هذا القطاع. طارق كزبري، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، أنت المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وفي تركيا في سايبر ريزن، شكرا جزيلا لك.